للمرة الأولى بعد سنوات يتحول العراق من مستورد لمواد البناء إلى مصدر لها، إذ بدأت البصرة عبر أحد مصانع القطاع الخاص بتصدير طابوق الثرمستوني إلى الكويت. وبحسب هيئة الاستثمار فإن الكميات المتوقع تصديرها تصل إلى 2000 متر مكعب من الطابوق المصنع محليا، معدة انتعاشا للصناعات التحويلية بعدما اجتازت أصعب مراحلها وأصبحت ترفد الأسواق بمنتجاتها. بعدين كان العراق يستورد كميات تصل بحدود 4000 متر مكعب يوميا من مادة طابوق الثرمستون. نجحنا اليوم احنا من خلال الصناعة التحويلية تصدير منتج صنع في العراق من ثرمستون الدير إلى دولة الكويت بكمية 2000 متر مكعب، وباشر أن الحمد لله والشكر بتجهيز الوجبات الأولى. هنا في هذا المعمل تتم صناعة طابوق الثرمستون المصدر إلى الكويت. الإنتاج اليومي يصل إلى 500 متر مكعب، لكن تلكؤ وزارة النفط في منح المصانع الوقود المدعوم قلص من خطة الإنتاج جراء شراء النفط الأسود من السوق السوداء بأضعاف سعره. النفط الأسود جاي يصير بي يعني معركلات، جاي عندنا القطع تقريبا من 2021 مقدمين على القطع لحد هسه ما كمل، يعني جاي نحتاج الى فيول نشتري تجاري راح ياثر على السعر، يعني يزيد السعر المنتج بالنسبه، يعني تقريبا يزيد سعر المنتج بحوالي بال 10 و 15%. وحتى تقف الصناعة على قدميها يطالب العاملون بحزمة إجراءات حكومية لتقنين استيراد المواد المنافسة، إلى جانب توفير المواد الأولية زادت أثمانها على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار. نحتاج من الدولة توفر لنا المواد الأولية من ضمنها النفط الأسود اللي هو الفيول، مادة النورة، الإسمنت، وكذلك يعني جاي ندخل منافسة بارتفاع الأسعار اللي هو سبب الدولار. طبعا الدولار اللي جاي يلعب دور، يعني المواد الأولية يوم عن يوم جاي يزيد. ما حصل في هذا المكان خطوة باتجاه جعل العراق بلدا منتجا، ما سيكون له أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني القائم حاليا على بيع النفط. تصدير المواد الإنشائية إلى أسواق دول الجوار سيفتح الأبواب على مصرعيها لتطوير الصناعة العراقية وتسويق إنتاجها إلى خارج حدود خارطة الوطن في أعقاب تحسين مستوى إنتاجها وفقا لمعايير عالمية. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.